الحنينة سبوب بذترة يا مزية حاجة ميقالو جايكم كالعادة في الضيف وعامل شماتة عداها عالسيد بقلادة وعداها على سيدي تاتا والكاميرا مش مشلقة حبيب ميقالو رئيس فرقة يفض في حكاية خزنة وسرقة والزلقة بفلقة كل حلقة فاش عن الضيف ولا قتلانه شوف وش بتبدلة الوانه شاب هوا ويبلا في لسانه والفاش عفيرو ميقالو نخلهم بالهذ نخلهم بالبلد نعمل فيهم شر شعب في بيرو انت تختف بيرو ميغانو بيرو ميغانو اون برينسيب كوميونيكاسيون هذه صح شبتكم ومرحبا بكم في بيرو ميغالو ضيفنا الليلة اللاعب الدولي السابق وأحد رموز كرة اليد في تونس أنور عياد اللاعب السابق لسبورتينغ المكنين ليتوال النادي الإفريقي وتولوز والهداف التاريخي للبطولة الفرنسية جاء اليوم البيرو الحاج الهادي لابس كاسكيت رجل الأعمال كمالك لسلسلة قاعات الرياضة بودي تيك ستوديو ومعه شريكو يلوجوا على محلات وين باش يزيدوا يحلوا صالة جدد شايف نحكيهم على الاخر على الكونسيبت هذيك نتاعك. عاد قلت له راهو قال لي احكي لك كيفاش تعمل ما عادش عندنا وقت. فهمتني مش قال لي في كل بقعه. قلت له فما راه الكونسيبت هذا جديد نتاع انا نمشي ونمشي على الكورد برشا ما نخدم غاديك برسك نخدم في اكثر غادي غاديك اكثر من هنا. ماذا بينا نعملوها الفكره هذه الفكره هذه عجبتني شبيه فيها. لا لا بطبيعتي ما عندي فكره ديجا معروف. قال لي على الصاله نتاعك بارك الله احكي لك. احنا لا خدنا ان شاء الله إن شاء الله عندنا برنامج في بلاد أخرى حاجة. عندنا في الأردن بعد إن شاء الله إن شاء الله ما احنا باش احنا خلاص ندوب بالأفريق ندوب إن شاء الله. وقت تعرف هذا الشريك اللي يكون هذيك. إي 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 حكيت شوي وحدة شوي. إي هذا هذاك بليزير معناها خذت ليك شوية بشانتي نتاع تونس خلينا في ثلاثة بلايص. إي عايش دونك أورغانيزاسيون شوية وأنا نتاعي. أونتر تو أما ساعة أنا مع مارك وأنا برودكتريس. إي المزيف بمرايته الملونة وصل وحقه ما هو اللي اشتر الأول بتاع رمضان كليش شلابق ينشبع في قسمة خيين وهذاك علاش مخه ما عادش فوقه ونسيت تلكي ولكي فوق طاولة الحاج هو دي ساتوراسيون في الخدمة ومن غاديك لك قلت ربي المير راح يلا بخل شو نعمل مقاولات مقاولات هذيك الحاجة جوست بعد ما خرج شريكو وانو بدا ياخذ في راحته في الحديث المهاجمين ما عطاوش الوقت وزدموا عليه للبيرو نشوفوا هل انه البوكس اند بايك الكونسيبت اللي يستعمل فيه انور في صالته لتقويه العضلات وطرق دفاع النفس باش ينفعوه بعد الفاصل ولا لا